2500 مبنى آيل للسقوط مع أول هزة أرضية بسيطة. هو ما كشفه مديرية الدفاع المدني العراقية عن وجود أكثر من 2500 مبنى آيل للانهيار في العاصمة بغداد، وأن هذه المباني لن تصمد أمام أي تأثير بيئي قادم، فقد تنهار هذه المباني مع أول هزة أرضية بسيطة قد تحدث في العاصمة بغداد. وتمثل المباني المخالفة لشروط السلامة والمتقادمة منها تهديداً حقيقياً لحياة العراقيين، وقد حذرت مديرية الدفاع المدني من انهيارات قد تحدث في المباني الحكومية والأهلية خاصة، وأنه تم تسجيل انهيارات في عدة مبان سابقاً ما تسبب بمصرع عدد من المواطنين وإصابة آخرين. وعن أسباب وصول هذه المباني إلى هذه المرحلة من الهشاشة تبين إن الآلاف من المباني شيدت خلال السنوات التي أعقبت عام 2003، وأغلبها تم بناؤه خارج الضوابط المعمارية ولم تجر عليه أي كشوفات هندسية. مديرية الدفاع المدني قيدت الكثير من تلك المباني ضمن المباني الخطرة الآيلة إلى الانهيار، إلا أن أي إجراءات ومعالجات لم تتخذ تجاه الكثير منها بسبب كثرة أعدادها خاصة في المناطق العشوائية. الخطورة الحقيقية أن غالبية هذه المباني هي مباني حكومية ودوائر ومؤسسات رسمية، وتهدد في كل دقيقة حياة آلاف المراجعين والموظفين والمواطنين. فإلى اليوم تعتبر غالبية المباني التي شيدت خلال السنوات الأخيرة في العراق ويجري تشييدها حاليا، خاصة البيوت والأبنية العمودية الخاصة، غير مطابقة للمواصفات النوعية، ويجري بناؤها من قبل الأهالي من دون أن تكون هناك عمليات كشف عليها من قبل الجهات المسؤولة، وهو ما يرفع نسبة خطر السكن في مثل هذه الأبنية. شاركنا برأيك، هل تشعر بالأمان إذا ما كنت تسكن في أحد الطوابق السكنية العالية أو الأبراج السكنية في العراق؟